إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء، الحمد لله الحمد لله. الشتاء طحت بعد معاناة وبعد انتظار طويل ودام لمدة، والناس تحنزلات وقلوبهم تبدلوا وحسبوا بأن الشتاء ما عمرها طيح. هانتوما الشتاء صبحت راه ماشي على حسب الأعمال ديالنا وعلى حساب حيتاج حنا زوينين داكشي علاش طاح الشتاء، راه غير الله اللي يرحمنا. لولا رحمة الله علينا لا كانت الأمور أسوأ. شوفوا تبارك الله، صبحات الشتاء أضربات نيت شتيوا شتيوا. واش من شتيوا نيت اللي كتنفع العبد وتنفع الأرض وتنفع المال وتنفع كل شيء. الحمد لله على كل حال. إخوان قلت غايبا لكم لغايب من خلال الهضرة ديالي بحال أنني شوية متشائم، ولكن اكتشفت مؤخرا بأن العالم منافق. العالم أصبح منافق هنا يا الإخوان، لأن أخليكم واحد الخبر هنا يا ولا هنا يا قريته البارح على حساب قال لك الشركة ميتا اللي شد فيسبوك إنستغرام واتساب، هذاك البوت هذاك الخيغانت هذاك الغليظ ديال التواصل الاجتماعي، قال له في الخبر ديالو قال لك غادي نقدروا نسمحوا للناس لمده وجيزه غادي نقدروا نسمحوا للناس انهم يسبوا ويعايروا روسيا حيتاش كاينه الحرب. وقبل ما نهضر راني انا ما جيت لا ما جيت روسيا لا ما جيت حتى شي واحد، انا بوحدي في العالم، انا ما انا حيادي 100% ما جاي من جهه حتى شي واحد باش نكونوا واضحين. ولكن الخبر كيقول بانه راه تقدروا تسبوا تعايروا وديروا حملات انكم تمشيوا تقاتلوا ضد روسيا. وكيفاش علاش قبل كدير غير شي صوره كغير شي هضره كتقولها بحال هكا وكيلوحوا لك الفيديو يحيدوا عليك ولا يحيدوا لك المنشور ولا اي حاجه درتيها كيلوحها لك، غير انك قال لك راه كاينين قوانين ديال كيحيد كاينين الدراري الصغار كيشوفوا كيخدموا التواصل مواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش وجه هاد الدراري ما غاديش يشوفوا هاد الاخبار الى علقناهم دابا؟ دابا نبقاو نسبو في روسيا ونعايرو ونحرضو ونوليو عنصريين، ولا حنا راه ناس مزيانين راه حنا كيوت، ولكن غير في هاد المدة غادي نوليو خايبين حتى تدوز هاد الفترة ومن بعد نوليو خايبين نوليو زوينين عاوتاني. وترى فهمت سطا خونا، والله العظيم فهمت سطا صاحبي، ما شاء الله ما شاء الله. المهم الاخوان شوفوا، كونوا على حرص وكونوا على يقظة، بلي راه العالم منافق وراه ما بقى ما يتيق وما بقى ما يعجب. ودي قالك حنا زوينين ولكن غادي ندوز غير واحد المدة غنولو فيها خايبين ومن بعد نولو زوينين. لا هذا هو المهم، الخبر راه هنايا فوق غادي تكونوا كتشوفوا دابا يا الإخوان. دمتم آمنين ومطمئنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.